نحصلوا عليها. معنا الأخت منال. السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح الخير حبيبتي، لاباس عليك؟ الله يبارك فيك منال. كيف صحتي؟ الحمد لله. أنا فرحانة بزاف اللي معك كنهضر معك وحق الله العظيم. وأنا كذلك فرحانة اللي كنسمع صوتك. أنا ديجا كنت مريت معكم إلى عقلتي ليا، كنت عطيت الأخت كيفاش تقاد الى خسرت لي الكيكة كيفاش تعوضها. اييه مرحبا بك. واليوم دابا غتعطينا الكيكة بنك هاد القهوة. اييه صافي نبدا. بسم الله. قيدي ربعة البيضات. نعم. تمنية المعالق كبار ديال سنيدة. اثناش معلقة كبيرة ديال الحليب سائل. اييه. معلقة كبيرة ديال الخل. جوج ديال الفاني. نعم. أربعة المعالق كبار ديال الزيت. جوج خمارات. إيه. والفورص كيمشي ما بين 12 معلقة كبيرة حتى 15، المهم على حسب الخليط ديال السيدة. وكنزيدو ثلاثة المعالق كبار نتاع القهوة. ايه. وهاد القهوة كديري سريعة الذوبان، واخا كدوبيها في الحليب وكتخويها. كتخلطي كل شيء في الخلاط. نعم. وكتدهني المول ديالك وكطيبيها عادي بحال اي كيكة. نعم. ابخي ملي كطيب كتسقيها بالسيرو اللي كديري فيها سنيدة سكر والماء وواحد جوج معالق كبار ديال الكاكاو باش كتعطي ديك سميتها. اذا ملي كتطيب الكيكه وهي سخونه غتسقيها بهذا السيرو ياك؟ اللي كديري فيه جوج معالق كبار ديال الكاكاو مع الماء وشنو اخر؟ وسنيده. شحال سنيده؟ ما عرفت انا كنخوي ما عنديش. عينك ميزانك. واه اذا عينك ميزانك وصافي. كتسقي الكيكه يا اما تقسميها من الوسط وتسقيها وديري لها كريم اللي غنعطيك دابا، ولا من الفوق هكا كتسقيها. الكريمه كنديرو فيها اذا من بعد السيرو كتصوبي كريمه. واه اييه. الكريمه كنديرو فيها جوج كيسان كبار نتاع القهوه كحلة معصره. جوج معالق كبار نتاع سنيده. واحد اسمح لي اسمح لي ما تبعتش معاك مزيانه منال باش حتى السيدات يشدوا معنا. جوج كيسان كبار ديال القهوه معصره. كحلة. واخا. وجوج معالق كبار ديال سنيده. كبار ديال سنيده. نعم. وفانيا ونص صافي. وكديري جوج معالق كبار حتى لثلاثه ديال النشا مايزينا. جوج معالق كبار ديال النشا. اييه. كتخلطي هادشي باش ما تكورش لينا النشا. هو داك القهوه بارده. وكديريها فوق النار حتى كتختار. نعم. وكتذوقي بها الكيكه كيف ما بغيتي انت، يا اما ديريها من الوسط ولا ديريها من الفوق. نعم. صافي الكيكه ديالك موجوده وزوينه باش ما بغيتي بالصحه والراحه. تبارك الله عليك منال، غزاله عندك هاد الكيكه وبنك هاد القهوه رائعه. هادي تصلح العشيه العراضه الجاره تدخلوا عندك. كدير غزاله فنه. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك حبيبتي. وانا كنحييك بزاف وتهلاي في راسك والله يخليك ديما هكذا. نعم منال.